عبد العزيز من قدام المقر، اهلا بيك يا عبد العزيز. ازيك يا زريان؟ قول لي يا عبد العزيز، المنظر مفرح قوي صح؟ بصي بصي، انا اولا بحييكي والله العظيم، والله العظيم انا متعشي وقاعد بتعشى وقايم من انا على شايفاك اهو. انا قمت جري وحبيت صحيت بنتي ومراتي وعبيت حاجه في العربيه وجبتها وجيت. بس ربنا خليكي كده على الهوا، خليكي على الهوا، الناس تشوفك. خلي بالك مصر فيها خير كتير، خليك على الهوا ولا تشوفك ان شاء الله الدنيا تبقى كويسه. انت ان بتعيط شاء ليه الله. يا عبد العزيز؟ معلش الصبح عبال خير كده يا رجل. الله يبارك، انت خليكي على الهوا زي ما انت. بتعيط؟ ما فيش نوم ساعه. طب بتعيط ليه قول لي؟ اصل احنا انا شفت طوال غارب ناس نايمه، مش نايمين، ناس مش نايمين، واحنا نايمين على السرير بنتغطى والدنيا ساقعه ولابسين هدوم ولابسين عبايات وحلوين، والناس في الشارع. انا بودي الناس كلها، الناس كلها اللي عندها رحمه اللي هي مع السراير يحس بالناس اللي في الشارع. دلوقتي مش مهم انا اللي شفته في راس غارب، اللي شفته التلفزيون منك في راس غارب خلاني اجي جري. انا جاي من 4:30 من اخر الدنيا، بس برضه انا بقول لك والله العظيم لغايه لو قعدت ثلاث، لو قعدت الصبح هتلاقي المهندسين دي مليانه ناس. انا جاي وانا جاي بسال على شارع التعمير ده، واحد في شارع بيقول لي هو ايه حساب شارع التعمير؟ استأذنوا لنا ان احنا نقعد شويه، استأذنوا لنا. الله يبارك انا بشكرك يا حاج عبد العزيز، ودموعك دي غاليه قوي 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 قوي، وبتقول حاجات كتير قوي، وبتقول انك بتعيط على اخواتك وعلى حبايبك وعلى المصريين اللي زيك. انا بشكرك جدا جدا على دموعك دي. هذا بيقعد بتلاقي الناس كلها. ربنا يبارك لك وربنا يبارك للقناه. ربنا يخليكوا لينا وعلى راسنا من فوق يا مصريين، يا جمال يا عظام، يا اللي رفعتوا راسنا وخليتوا راس غريب تحس انها مش لوحدها، وكانوا بيقولوا احنا لوحدنا ومحدش جالنا، كلنا جايين لكم. واضح ان 90 مليون جايين لكم يا راس غارب، بتيشرتات وبحاجات، هديه هديه من 90 مليون. انا جايبه لكم هديه من 90 مليون، هديه هديه معناها كبير قوي 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 قوي. هديه معناها ان مصر بخير، ومصر فيها اكل، ومصر فيها مراتب، ومصر فيها بطاطين، ومصر فيها فلوس، ومصر فيها ناس خيرة، ومصر عندها فائض انها تدي غيرها. مش عايزين بقى اشاعات، مش عايزين اشاعات، مش عايزين وجع دماغ، ومش عايزين الناس تحبط. خليكم متفائلين شوية، لان اللي بيحصل ده عظيم، اللي بيحصل ده عظيم.